الأخبار بقى الجيدة جدا برضو اللي عايزة أطلع حضراتكم عليها هي استعداد، وده النهاردة الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطايرة لاستضافة مصر بطولة العالم للرجال والسيدات، هتكون من فترة 8 لغاية 18 نوفمبر المقبل، ده للمرة الثالثة في تاريخها. الاجتماعات كمان حاليا المفروض ان هي مكثفة بشكل كبير جدا، وكمان خليني اقول لحضراتكم الدكتور مصطفى صادق رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة يعني رفع درجة الاستعداد القصوى لاستضافة هذا الحدث التاريخي بتشكيل 16 لجنة مختلفة عشان يخرجوا هذه البطولة بالشكل اللي يليق بمصر في الأول وفي الآخر عراقة وتاريخا وغيره وغيره. على كل حال عشان نفهم أكتر ونطلع حضراتكم برضو على مزيد من التفاصيل، خلينا نروح على التليفون معنا دكتور مصطفى صادق رئيس الاتحاد البارالمبي لكرة الطايرة. يا دكتور في البداية طبعا بونجور، صباح الهنا على حضرتك. صباح الخير يا فندم عليكي وعلى جمهور مصر العظيم وعلى جمهور الأهلي الكبير. يعني سعداء بيكوا جدا وبنتمنى لحضراتكم كل التوفيق وان شاء الله تحققوا افضل النتائج، بس خليني اعرف من حضرتك برضو هل البطوله دي مؤهله بشكل مباشر لان شاء الله بارالمبياد باريس؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. طبعا الحمد لله احنا بنشكر ربنا وبنشكر الدعم الكبير اللي بتقدم لنا من الوزاره بقياده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، وطبعا القيادات الرياضيه والقيادات السياسيه اللي داعمه لينا في الدوله. طبعا البطوله مؤهله لدوره باريس ان شاء الله 2024، واحنا مشاركين ان شاء الله في البطوله دي بمنتخبين، منتخب مصر للرجال وده المنتخب المصنف ثالث عالم في الكره الطايره البارالمبيه. الحقيقه طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلتي احنا الحمد لله تم رفع درجة الاستعداد الأسبوع الماضي، وكل اللجان اللي تتقشر لجنة قايمة بدورها تحت مظلة الاتحاد وبإشراف تام من الوزارة، والحمد لله اللوجستيات الخاصة بالبطولة سواء كانت في الإقامة أو الإعاشة أو الانتقالات أو الاستقبال كل ده على قدم وساق، ومحتاجين بس دعواتكم معانا والدعم الاعلامي يساندنا والجمهور المصري العظيم يساندنا ان شاء الله في البطوله اللي هتقام من 8 ل 18 نوفمبر باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق، وانا متاكده ان كل الدعم اوريدي يعني موجود من كل الجماهير المصريه، صدقني هم ابطالنا البارالمبيين دول، هم بشكل بقى حقيقي لو هتكلم بصراحه هم اللي بيسعدونا، لان كم العدد او العدد بتاع الميداليات اللي هم بيجيبوه من كل يعني بطوله لا يعني بعتقد بيبقى عدد اكبر بكتير من الاولمبياد بتاعتنا، فيعني اكيد بنتمنى ليهم كل التوفيق. بس خليني برضو يا دكتور اروح مع حضرتك عشان نطمن بشكل اكبر، قبل كل اولمبياد او بارالمبيكس بنتكلم عن هل ابطالنا دول حصلوا على كل الاهتمام، هل في مشاكل موجوده معينه، هل في اي حاجه محتاجينها؟ خلينا نطمن من حضرتك علشان ما فيش وقت، خليني اقول خلاص احنا اشهر قليله جدا بتفصلنا ان شاء الله عن اولمبياد باريس، فنتمنى ما يكونش في اي مشاكل قبل الانضمام ان شاء الله والمشاركه. فخليني اسال حضرتك بشكل مباشر، هل في اي حاجه، اي نواقص، اي حاجه حضرتك عايز توصلها من خلال برضو شاشه قناه النادي الاهلي لاي مسؤول بيتابعنا؟ وانا متاكده مسؤولين كتير جدا بيتابعونا، فخلينا نعرف من حضرتك. الحقيقه طبعا كل الفاسيلتيز مقدمه لينا من الدوله وعلى راسها وزاره الشباب والرياضه، داعمين لينا بشكل كبير جدا، ومعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي الحقيقه مدي تعليماته لكل الادارات المعنيه بالوقوف خلف المنتخب مصر، لان ده بيمثل كيان كبير. مصر الحمد لله مصنفه زي ما قلنا ثالث العالم، وفي نفس الوقت الدعم السياسي لينا من فخامه رئيس الجمهوريه اللي بيدعم المعاقين، واحنا مع مناسبات احتفالات باليوم العالمي للاعاقه ان شاء الله ده خلال برضو نفس الشهر اللي احنا بنقيم فيه البطوله، منتظرين موافقه فخامه الرئيس على تشريفه ان شاء الله بالرعايه الكريمه للبطوله، وان شاء الله ان شاء الله تكون تحت اشراف ورعايه سيادته. الدوله الحقيقه مجنده كل امكانياتها، العاصمه الاداريه الجديده الحقيقه معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي ادى تعليماته بالاستعدادات فيها من خلال اقامه البطوله عليها في نادي
والفنادق، الهيئه الوطنيه للقوات بقيه الفنادق الموجوده في قطاع العاصمه الاداريه، كل التسهيلات الحقيقه من الدوله متوفره. المعسكر شغال من اول سبتمبر في منطقه بعيده عن القاهره عشان اللعيبه يكون في منطقه ساحليه. الاجهزه الفنيه للرجال والسيدات، كل طلبات اللعيبه الحقيقه متحققه من الناحيه الصحيه، من الناحيه الفنيه. الحقيقه الدوله كلها للامانه واقفه معانا ومع المنتخب، ان شاء الله برعايه ربنا ثم دعم الجماهير مصر الوفيه، ان شاء الله يكون لينا مشاركه متميزه في كاس العالم المقام على ارضنا لثالث مره، وان شاء الله فريق الرجال فريق مشرف ومحترم، ده ثالث العالم. فريق السيدات بنشارك فيه ان شاء الله بيقوم باول بطولاته، وان شاء الله يكون له نصيب انه يشارك بمظهر يكون كويس على البدايه ببنات جداد لسه لاول مره بيشاركوا، وان شاء الله ده يكون نواه لفرقه جديده للبنات بتشارك فيها مصر، وتطعيم من الناشئين والناشئات اللي بيعتمد عليهم ان شاء الله يكونوا نواه لفرق تكمل مسيره انجازات الفريق اللي موجود حاليا اللي بقاله 25 سنه على منصات التتويج على مستوى البارالمبي والاولمبياد الدوليه والقاريه والعربيه. نتمنى ذلك ان شاء الله. اتفضل يا دكتور. خدنا الحمد لله هو يعتبر متسيد العرب وافريقيا على مدار ال 25 سنه الماضيه. وده بيدينا برضو ما شاء الله يعني الحمد لله أولوية وأفضلية إن الكرة الدائرة البرلمبية في مصر متربعة على عرش اللعبة 25 سنة متتالية. نشكر أكيد دكتور مصطفى صادق على هذه المداخلة.